والصوم تعريفه في اللغة هو الإمساك عن الشيء أو مجرد الإمساك، وهو يختلف، يكون بحسب ما يضاف إليه. فتقول أمسكت عن الكلام، صمت عن الكلام إذا أمسكت عنه، وتقول صمت عن الشراب إذا أمسكت عن الشراب، وتقول صمت عن السباب إذا أمسكت عن السباب، وتقول صمت عن النوم إذا تركت النوم. إذن هو في اللغة مجرد الإمساك أو الإمساك عن الشيء، وهذا الشيء يختلف، وهذا الشيء يختلف. ومنه قوله تعالى عن مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا أمسكت. الصوم الذي ذكر في الآية هو الإمساك عن الشيء. ما هو هذا الشيء؟ وضحته الآية بأنه الكلام. وقد جاء في لغة العرب ما يدل على أن الصوم هو الإمساك عن الشيء بحسب ما يضاف إليه، من ذلك قول الشاعر العربي: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جماع. فقوله خيل صيام أي ممسكة، لكن ممسكة عن ماذا؟ هل هو عن الأكل؟ لا، وإنما أمسكت عن الصهيل. خيل صيام أي صائمة عن الصهيل، لا يصدر منها صوت الصهيل. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلي كل جماع. إذن هذا هو تعريف الصوم في اللغة، لكن تعريف الصوم في الاصطلاح وفي الشرع جاء بمعنى آخر، واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الصوم، ولكن أجمع ما يقال في تعريف الصوم هو الإمساك بنية، الإمساك بنية عن الأكل والشرب وجميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا أشهر تعريف ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالصوم. وبعضهم يقول هو التعبد بالإمساك عن الطعام والشراب إلى آخره، فقال لابد نضيف التعبد. ونحن قلنا قبل ذلك إمساك بنية، وجعلنا النية قائمة مقام التعبد، لأنهم يقولون لو أمسك إنسان لا للتعبد، يعني أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن من أجل الرياضة والصحة وتخفيف الوزن وليس لأجل هذا الصوم، فحينئذ لا يسمى هذا صوم في الاصطلاح، لا يسمى صوما في الاصطلاح، بل لا بد أن يكون بهذه العبارة: الإمساك بنية أو التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم في الاصطلاح.